تسجيل في موقع مارياج ماروك جيت سهل، تبعوا معايا خطوه بخطوه. من كتدخل لموقع مارياج ماروك كيمكن لك تفتح حساب بالضغط على هذا الزر، من بعد كتكليكي على سانسكريغ، وهنا عندك ثلاثه الاختيارات، يا انك تسجل بشكل اوتوماتيك عبر منصه جيمايل او فيسبوك، او تملأ الخانات اللي باينين قدامك، ومن الاحسن تسجل عبر المنصات اللي ذكرنا. هنا كتكون تم التسجيل نتاعك، ومن بعد خاصك تكليكي على تابلد بورد، هنا غتلقى جميع المعلومات المتعلقه بك. أجوتين أنونس، هاد الصفحة كتمكنك أنك تنشر إشهار الخدمة اللي كتقدمها. غيمكن لك تختار الباك اللي بغيتي، ابتداء من باك مجاني ذات امتيازات محدودة إلى باك بميتين درهم في جميع الامتيازات. غناخدو الباك اللي متاحة في جميع الامتيازات. في الأول كتكتب اسم الأنونس، المدينة اللي كتواجد فيها أو اللي يمكن لك تقدم فيها الخدمات ديالك، أو يمكن لك تستعمل الخريطة باش تحدد الموقع، رقم الهاتف، الموقع الإلكتروني الخاص بشركتكم، أوقات العمل، وفي الأخير كاتيغوري. هاد الخانة مهمة جدا باش تحدد المجال اللي كتخدم فيه، وفاش زابون يبحث على الخدمة اللي كتقدمها تطلع ليه في محرك البحث دغيا. هنا كدير وصف صغير على الخدمة اللي كتقدمها، كالماتريال اللي كتستعمل إلى آخره. هنا يمكن لك تحط الرابط صفحة الفيسبوك نتاعكم، وحتى الانستغرام، ورابط الفيديو الإشهاري ديالكم اللي كاين في اليوتيوب إذا كان متوفر. هنا كتحط صور للخدمة اللي كتقدمو، وفي الأخير صورة اللوغو. كتكليكي هنا، وفي أقل من 24 ساعة كيتم التواصل معكم من طرف الفريق التقني لتأكيد العملية. في هذه الصفحة كيمكن لك تشوف عدد الزوار اللي شافوا لانونس وبعض الإحصائيات الأخرى.